وقال ابن العبري في صفحة 249 في سنة 630 هجري أرسل السلطان علاء الدين كي قباذ صاحب الروم، هذا كما قلنا الروم أي بلاد الترك، بلاد تركيا الآن، أرسل السلطان علاء الدين كي قباذ صاحب الروم رسولا إلى قان وبذل الطاعة، فقال قان للرسول إننا قد سمعنا برزانة عقل علاء الدين و إصابة رأيه، فإذا حضر بنفسه عندنا يرى منا القبول والإكرام ونوليه الأختاجية في حضرتنا وتكون بلاده جارية عليه. فلما عاد الرسول بهذا الكلام تعجب منه كل من سمعه واستدل على ما عليه قان من العظمة. هنا يتأكد لكم ويحسن اليقين عندكم وعندنا جميعا أن التولية والسلطنة والحكومة والخلافة والإمامة مجعولة من من؟ مجعولة من قائد المغول المشرك الوثني الكافر، فصارت ولاية وخلافة وإمامة سلاطين الإسلام بأمر وتشريع قادة المغول. فهذا خط جديد، خط مبارك، خط مبتكر، خط إبداعي لابن تيمية في تعيين وإثبات الخليفة الإمام المقدس القدسي. هنيئا للتيمية بهذا الإنجاز، هنيئا لابن تيمية وأتباعه بهذا الفتح المبين. وفي سنة 633 هجري، والكلام لابن العبري، غزا التتار بلد أربل وعبروا إلى بلد نينوى ونزلوا على ساقية قرية ترجلة وكرمليس، فهرب أهل كرمليس ودخلوا بيعتها وكان لها بابان، فدخلها المغول وقعد أميران منهم من المغول كل واحد على باب، وأذنوا للناس في الخروج عن البيعة، فمن خرج من أحد بابيها قتلوه، ومن خرج من الباب الآخر أطلقه الأمير الذي على ذلك الباب وأبقاه، فتعجب الناس لذلك.